اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يا نفسي خير كيدك وحنينا نوصل نغير سبكنا في جينا. الله يا نفسي خير كيدك وحنينا نوصل نغير سبكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعوه يال كلنتي وناغسن وحاد نغلا سوتان تلفزيون قرنكه سومالي لاند. رمضان وناغسن ايان ودلينهي ميل كاستو جوجتان الهي هي نغا دغه كوي رمضان تا يسونكا صلاهها اي عبادوينكا و الهي لو واجبيه او فودودايو. تلفزيون قرنكه سومالي لاند وحا بيل كاستر او رمضان اه او قبتا برنامج لا خيلدا ارمها دينتا اي بيش بركسن رمضان يا سيدي اي بلشدو او فايدسن لهيد أربعة الله حليل الشريعة يو دين تاريخ الإسلام كي يحيى باك الله المالا. برنامج كأفر يا أبا المرين أو بالكستور ربنا أفر ككذب كبر حتى في شيء كرنك سومال لان أيام طوال إنسان. مقالوي بدر سومال لان أيام وبلشدة كنا الكوي دين سؤال الله حليل الدين تا فقجة يا تاريخ الإسلام ك. عبد الرحمن محمد عبد الله أي حلقات كبدا حلقة لها برنامج كاس إنه هي أو كسو دياري مقالة حركيسة. السجاء يا دكتور تشيليا. خيار تشرف تبطن إيه هو ده نقد داون الساي كسر دوا ده مركلة يبرامج كني أفريقيا أبال مرين وهذا هرو كله أذكر سعتان استوديها كوباد إيه أنا كلنا هاي عاصمة هرقيسة برنامج كا أفريقيا أبال مرين وبرنامج بلشده كله المجال ده هرقيسة. aan ku wadiin doono su'aalo diiniya kaas oo qofkay gartana aanu siin doono abaalmarin lacageed iyo sidoo kale kitaabka quraanka kariimka halka staa joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka afar iyo abaalmarin walaal ku soo dhawti fala Soomaaliland sidoo kale barnaamijka afar iyo abaalmarin ku dhawahay insha Allah magacaawra abdulkabeer khadal maxaa ducaalay abdulkabeero een barnaamijkan ma barnaamijkii afar iyo abaalmarin ee tv fala Soomaaliland hal su'aal oo diiniya ayaan ku weydiinayaa su'aasha diiniga hadii aad garatid waxaan ku sanayaa abaalmarin soo arata walaal aad iyo aad ma sha Allah barnaamijkan tii afar iyo abaalmarin oo lagu faa'iideeyay هذا جبارو يعني بالكوار هن هذا جباريو برشادين تسمع برتيب قاعد ترى قران كان برشيد سيو هذه يعني بس كوفي يعني ما شاء الله قران كان قرر نسي ما شاء الله الشخوة تايمة الحمد لله تفسير كريم وبرتيو الحديث النبوي هذا هي كلبر ما شاء الله يعني هذا جبارو واحد شكته ولا أصحابي قوري أو سهاجرة أرض الحبش. علي أبو طالب. يا. علي أبو طالب. ما كان استش شو ذا؟ أرض الحبش. شو بيسا هاجرة يو؟ أصحابي مبوها. أصحابي. أو كم إذا أصحابك الحبش؟ تسوى أساس شو ذا يو حمزة. حمزة. هذا ركبت بوليسن سؤال تبرانش هادي هادي في عين ما شاء الله هاي ساسا يا نفسي خير كيدك وحنينا نوصل نغير سبكنا في جينا الله يا نفسي walaal oo hore inkastoo la tifiga Soomaaliland aan soo kale barnaamijka afar iyo abaal marin ma ku dhawe walaal magaca walaal Muuli Cabdi Salaax Hussein baa la yiraahdaa Muulidow barnaamijkani waa barnaamijka afar iyo abaal marin hal su'aal oo diiniya ayaan ku weydiinayaa su'aasha diiniga hadii aad garatid waxa ku sanaya abaal marin soo arata si wanaagsan ma la arkaa walaal oo fiican tahay horan Muulid iyo برشاد إسلام برشاد برشاد قاري دينته إسلام كا دينته مقران كا أما حديث آه مال في عام ولا بعض بعض ما خبرت دينت إيه يا إيه عيال محد بنا هوا عيال محد بنا آه ما شاء الله ولا أي ولا يوم الساعة يا نم محمد لا ولا لا ها حق الناس نوتشنت ناس هورا ناس نوتشنت ميا آه خوين وحاء عيال ترى صدح صدح شن
محمد عليه السلام حفر حفر هل ماله قامي هل مر صوما هل ماله قامي ياله قامي وحي هاي شن ها والله كمان تقولي سن شارته برنامج دينا والله وعاد وعي برنامج كسي وضع برنامج على طول شو راح حطها يا نور كم وتدك دين توت أي نيف فان قاطع فان كده كروني يا نور كم كان تفيق قارن كداتي أنا لي هل كاسي وضع برنامج من أكسن بشدو من أكسن يقول أدب ما سنتين walaal ku soo dhawow barnaamijka afriya baal marin iyo sidoo kale TV Soomaaliland oo ku dhawow walaal magaca walaal Amin Qasim Ciise Amin Qasim Ciise walaal barnaamijkani waa barnaamijka afriya baal marin ee TV Soomaaliland hal su'aalo diiniga ku diinaya saasha diiniga hadii aad garatid waxaan sinaa baal marin sabab walaal warata diyaar boona walaal aad buu nagsin barseesku inta la Amin iyo barshidii sam aminiye diintu kulay aad bas kugu fiican yihiin haye aad bas kugu fiican insha Allah haga quraanka quraanka waa dhameeyay ma sha Allah akor ahadiista iyo waan dhigtay gabi insha Allah ma sha Allah ma sha Allah waad dhigtay ma sha Allah sheekh waa taay garta xirta ma sha Allah ya ah ma sha Allah waxa sheegtaa asxaabigi u haajiray Ardul Habash wa Jaafar bin Afan isku day waa maxay ما أصحابي جوا هجري إن أرض الحبش وجعفر بقر بقر نجاش وتجي وجعفر سكوا بقول كلام وعثمان بن عفان عثمان وي سان ها عثمان وي أوكتا ها هو بقى بري بري سان وين ولا الكسر برنامج كافريا بالمرن يسدوا كله tifara samala wala landow waxaan rajaynayaa inaan guuleysto magaca waa magaca xasan yunus xasan yunus miya xasan oo barnaamijkii afriya balmaran ee tifara samala hal su'aalo oo diiniya ayaan ku diinayaa hadii su'aashaad garatid waxaan ku siin doonaa balmaran sawirta fiican tahay inay weydiiyo su'aashaad sidee isku yihiin xasan iyo barashadii sam waa isku fiican wax yar hayd gadi hayd gadi gadi xasan walaal waxa sheegtaa dambigu ugu horeeyay ee aan lagu caasiyay waxa sheegtaa dambigu horeeyay ee aan lagu caasiyay dambigu horeeyay lagu caasiyay dil qofle dil dambigu horeeyay ugu horeeyay baa ee aan lagu caasiyay ben sheego ugu isku day marra isku day marra waa qof dilkiisa waa qof gurisan saarta barnaamijka fiican barnaamijka aan soo aan soo dhawinay aad ma salaaxayo ayaa nafsi khayr keda ku hadayna nagu soo waa hagaag dawadayaal waa maatantihiin qadarka daawanaysan barnaamijka afur iyo abaalmarin waa in ku kala faa'iideysanay su'aalo badan oo la xidhiidha dhinaca diinta Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa magaalada Hargeysa shacabka ku dhaqan iyo dadweynaha kala duwan mikrofoonka la dhaxmaray waxana qaar badan oo ka mid ah helen abaalmarino ugu qaalisan yahay kitaabka Qur'aanka Kariimka ay qadara afra inta aan barnaamijka kala mid ku kulmi doono staas iyo nabadgelyo وحدينا نغوصات نغير زفينا في جينا الله يا نفسي خير كده وحدينا نغوصات